الليلة. القاضي أمامكم، شاهد الكورة وجول. صاحب القضية. القاضي أمامكم. محمد مجدي أفشة. هو 19، هو أفشة. نجم الأهلي ومنتخب مصر. هو ولدنا أفشة. في حارس الأهلي. حد الكورة الثاني ويا لها من صرخة. احتفالاً بالذكرى الرابعة على مباراة القضية. يكشف سر القضية وكواليس الفوز على الزمالك في نهائي القرن والتتويج بالنجمة التاسعة. انتظروا محمد مجدي أفشة مع شوبير في حارس الأهلي على قناة الأهلي.